ليه بتعمل كل ده؟ ليه؟ انت ما بتحسش بنفسك ابدا، ازاي تهني قدام الناس بالشكل ده؟ انت عملت كده منه قريب شكري ها؟ ولا بتتضايق لما بتلاقيني بتكلم مع اي راجل؟ انا بحبك يا جلال، صدقني بحبك، بس الغيره دي خلاص مش قادر استحملها، ومش هقدر بعد النهارده. تفتكر ممكن نعيش حياتنا بالطريقه دي؟ مش معقول، لازم هنفترق عن بعض. نهت، احنا مش هنفترق عن بعض ابدا. مفيش راجل في الدنيا هياخدك مني. نهدى، أنا آسف، حقك عليا، ما كانش قصدي غير إني أخوفك بس، وكل راجل بيغير على مراته ممكن يعمل اللي أنا عملته. سامحيني يا نهى، أرجوكي، اتهيألي إن واحد تاني هياخدك مني، دوست على البنزين عشان أهرب بيكي من الناس، أنا عارف إن ده غلط، لكن مش بإيدي، بحاول أمنع نفسي مش قادر. غصب عني، مش ممكن حد هياخدك مني، مش ممكن، مش ممكن. هو اسمه ايه؟ هو مين؟ قريب شكري ده. علاء. علاء ايه؟ علاء الدين فهمي. وبيشتغل ايه؟ طيار، كان زميلي شركة مصر للطيران. ما تعرفيش نازل فين؟ اظن في لوكاندة فلسطين. هتعمل ايه؟ الو، لقادة فلسطين، ممكن اكلم الاستاذ علاء فهمي من فضلك؟ الو، استاذ علاء، انا جلال، انا بكلمك عشان اعتذر لك على اللي حصل النهارده، ارجوك انك تقبل اعتذاري. متشكر. أنا غلطت في حقك، لكن أوعدك مش هكررها تاني.
انت الليله دي مش طبيعيه يا نانت. في حاجه شغلاكي وعايزه تتكلمي فيها. باين عليا؟ متهيألي يعني. انت عارف كنا بنتكلم فيه انا وعلاء في الفرندا؟ وهعرف منين؟ كنا بنتكلم عن شكري جوزي. شكري مش جوزك، شكري كان جوزك وخلاص مات وغير. ما احنا كنا بنتكلم في كده. علاء بيقول ان شكري كان بطل في السباحه ومش معقول يغرق بالسهوله دي. اهو غرق بالسهوله دي ودلوقتي خلاص انتهى. انت بقيتي مراتي انا. ارجوك يا نهد عشان خاطري مفيش داعي نقلب اللي فات بقى. أظن يا جلال مش معقول كمان تغير من واحد ميت. أيوة بغير منه من ساعته لأنه كان جوزك في يوم من الأيام. اهلا يا نال. انا اسفة علاء مش هاخد من وقتك كتير. ولا يهمك انا في اجازة اسبوع وتحت امرك. مالك يا نال مضطربة كده ليه؟ الكلام اللي قلتولي في الفرندا شاغلني قوي. كلام؟ كلام ايه؟ عن شكري. انت قلت لي انه كان بيعوم كويس ومسافات طويله كمان وخد كام ميداليه في الجامعه. يعني مش معقول يغرق. مستحيل الا اذا واحد غرقه. واحد زي مين؟ سيبينا من شكري دلوقتي. انا عايز اعرف امبارح بعد ما خرج وراكي حصل ايه؟ كان هيموتني بس انا السبب. شكله هو خارج وراكي ميطمنش. اصلي هددته باني هسيبه لو فضل يغير عليا بالشكل ده. راح دايس على رجلي بالبنزين وكانت هتتقلب بينا العربيه. بس رجع اعترف بغلطه واعتذر لي. يعني يموتك وبعدين يعتذر. حلو قوي اللعبه دي. غصب عنه يا علاء اصله بيحبني لدرجه الجنون. انت ليه اتجوزتي جلال؟ كان اقرب انسان لي ووقف جنبي وكنت محتاجه له قوي بعد ما مات شكري. من امتى بدا يغير عليكي؟ من يوم ما عرفته. مع انه عارف اني بحبه قوي ومخلصه له انما دايما عنده احساس ان في حد هيخطفني منه. هو قال لي كده. بتبص لي كده ليه؟ عايز تقول ايه يا علاء؟ ما فكرتيش ان شكري ممكن يكون مات مقتول؟ ايه اللي بتقوله ده يا علاء؟ ليه ما يكونش واحد هو اللي غرقه؟ ومين اللي يرتكب جريمة زي دي؟ واحد عايز يبعد شكري عن طريقه ولقى ان البحر هو اسهل مكان ممكن تتم فيه الجريمة. مش ممكن مش ممكن. انت مش سابق وقلتي لي انه كان بيطاردك انت وجوزك؟ كل حته تروحوها تلاقوه فيها؟ نهد فكري معايا كويس. احنا صحيح مش هنقدر نرجع حياه شكري لكن نقدر ننقذ حياتك انت. اتكلمي ليه كان عايز يقتلك امبارح؟ ليه؟ الغيره. بيغير هو جوزك؟ امال قبل الجواز كان بيعمل ايه؟ كانش بيغير من شكري؟ الراجل اللي انت بتحبيه وعايشه معاه؟ قصدك كان لازم يفكر ازاي يبعد الراجل ده عنك. شكري اللي واقف في طريقه؟ فعلا كان بيغير من شكري ولسه بيغير من سيرته لحد دلوقتي. اعترف لي امبارح بكده؟
للأسف يا ناد أنت عايشة مع راجل مش طبيعي. معقولة؟ معقولة أنا عايشة مع راجل؟ مع راجل قاتل؟ حته المزيكا دي دنيا الفن. فاكره اول مره سمعتيها؟ كانت اول مره اشوفك فيها، ودي كانت اول مره العب فيها بقلب بحب. في اللحظه دي شفتك اجمل مخلوقه في الدنيا بحالها، حبتني من أول نظرة. حب من غير أمل. لما عرفت إني متجوزة. أنا كنت بتعذب لما كنت بشوفك مع جوزك، ولما بتخيل إنه بياخدك في حضنه وإنه بيبوسك وإنه ومن يومها وإنت بتطردني كل مكان أروحه كنت أشوفك قدامي. Thank you.
جلال. ايوه حبيبتي. انت قد كده بتحبني؟ انا بحبك قوي. امال لو شكري فضل عايش كنت هتعمل ايه؟ شكري ما كانش ممكن يفضل عايش. يعني لو ما كانش قدامك غير طريق واحد كنت تمشي فيه عشان توصل لقلبي؟ ايه هو الطريق ده؟ انك تقتل شكري. تفتكري انا ممكن اوصل لكده؟ انت وصلت لكده فعلا. ايوه انا اللي قتلته. مش هو ده اللي انت عايزه توصلي له؟ كان لازم غير لانه ما كانش ممكن اعيش من غيرك. اوعي تفتكر انك هتسيبيني في يوم من الايام. لا مش ممكن. مش ممكن تسيبيني. لا مش ممكن تسيبيني ابدا. مش ممكن. مش ممكن تعملي زيها. امي سابت ابويا وكان بيحبها قوي. انا شفته بعيني. شفته وهو بيعيط عشانها. وعيت قوي علشانها. وبعدها ما شفتوش تاني. مات. مش هتعملي زيها. مش هتسيبيني علشان انا بحبك قوي. لو سبتيني بتدوري على حاجة يا حبيبتي؟ بدور على بطانية. أصلي بردانة. أنا آسفة إني صحيتك. ولا يهمك. تصور امبارح نسينا نجيب حاجه للفطار. ليه يا حبيبتي ما التلاجه مليانه عندك؟ مفيش ولا شاي ولا بيض ولا لبن. ولا يهمك نفطر اي حاجه. بس انت متعود يا حبيبي تشرب شاي الصبح. خلاص نغير العدد. وكمان مفيش عيش. في بقال جنبينا 10 دقايق وهرجع على طول. طيب روح. ناهد. نعم. دقيقه واحده. هلبس واجي معاكي. ملوش لزوم يا حبيبي. انا رايحه وراجعه على طول. اهو نسلي بعض في السكه.
ما تيجي ناخد العربية. على ايه؟ دي فركة كعب، نتمشى احسن. اي ايه مالك؟ رجلي مالها؟ اتجزعت. طب حشيلك. الله، ايه يا جلال ده؟ بجد حشيلك؟ هرجعك البيت. روح انت هات الحاجة وانا هرجع واحدة واحدة. طب هساعدك. هتقدري تمشي؟ بس هات المفاتيح. جلال، اوعى تتأخر. ايوه، لوكاندة فلسطين. من فضلك اكلم الاستاذ علاء الدين فهد. حاضر. ما بيردش في اوضته يا مدام. يعني مش موجود في لوكاندة؟ وحياتك شوفولي، انا عايزاه ضروري. لحظه معاه. الو، الاستاذ علاء الدين فهمي موجود عندكم؟ قاعد في التراس؟ طب في تليفون علشان. علاء، انا نهدي علاء. ايوه. اعترف لي. اعترف لك؟ اعترف لك بايه؟ ان هو اللي قتل شكري. قال لك كده بنفسه؟ ايوه بنفسه. قال لي ان هو اللي غرقه. علاء، انا مش عارفه اعمل ايه. اسمعي، سيبيه وتعالي حالا. انزل ازاي دلوقتي من العجمي ده؟ انا عبل ما الاقي تاكسي يكون لحقني. ناد. الو الو الو، كنت بتكلمي مين؟ انا كنت بكلم الاجزخانه عشان اجيب شاشه ربطت بيه رجلي. هي لسه توجعك قوي؟ على كل حال انا هجيب لك رباط رشاش. جبت الاكل؟ لا، اصلي نسيت الفلوس. Thank you.
ست ده هتودينا في داهيه. اطلع اطلع. اطلع على فين؟ على طول ارجوك. ناد 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 من فضلك. التهاني السلامة يا ست هاني. أرجوك أنا مستعجلة قوي. حاضر. عايزة تروحي فين بالظبط؟ وديني اسم البوليس. ليه كفالة الشر؟ حد مضايقك؟ حد زعلك؟ لا أبداً. بس هطلق جوزي. يا ميت خسارة يا أولاد. هي الأيام دي مفيش جوازة بتدوم. ده زمن إيه المهابب ده؟ بتقولي طلاق؟ يبقى حضرتك عايز المأذون مش عاوز الاسم. بس هنا من فضلك. هنا كويس، نزلني هنا. متشكرة. مع السلامة. تليفون من فضلك. تفضل. لوكاندة فلسطين، اكلم الاستاذ علاء الدين فهمي من فضلك. علاء، معلش اضطريت اقطع المكالمة لان جلال كان جه. اسمع، أنا بكلمك من الشارع، أنا رايح الاسم دلوقتي، أبلغ عنه، اسم باب شرق، حصلني هناك يا علاء. تمن المكالمة يا هاني. خدي بقى يا ست. تسمع من فضلك؟ نعم. أنا 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 استنى بس. السلام عليكم. الليلة. أفندم. من فضلك أنا جاي أبلغ عن جريمة قتل. الو؟ ايوه طبعا فاكر قضيه غرق شكري فهمي. ايوه المحضر كان عندي. ايه بتقول؟ ايه حاضر. جيت في وقتك يا علاء، تعال معايا. على فين؟ على النيابه. دي قضية منتهية، وعشان نعيد التحقيق لازم سيادتك تجيب لنا دليل مادي. أكتر من اعترافه، هو اعترف لي إنه موت شكري. في شاهد على الاعتراف ده؟ ما أنا بقول لسيادتك كنا بالليل وما كانش في حد أبدا معانا. يا هانم دي قوانين، لابد من الشهود. يا فندم أنا متأكد إن حياتنا هات في خطر. إحنا واجهناه باتهامك ونفى كل اللي قلتيه. هو جيب نفسه يبلغ عن هروبك، بيقول ان في دافع ورا اتهامك له. دافع؟
وايه هو الدافع ده؟ بيقول انك على علاقة بالكابتن علاء. انا مفروض يا فندم. انا متاسف بالنيابة عنك، اصل اعصابها تعبانة شوية. عن اذنك يا فندم. لحظة يا استاذ جلال، احنا لسه ما قفلناش المحضر. اتفضل يا استاذ. فانسون عزيزة خدمة ممتازة. اهلا علاء بي. اهلا. ازيك يا عزيزة؟ اتفضل. اهلا بالأمورة الحلوة. مراتك طبعا على فكرة ذوقك مدهش. قربتي. ايوة فعلا ده في شبه كبير جدا منكم بين بعض. لو سمحت عايزين اوضة. فانسون كله تحت امرك. فانسون عزيزة خدمة ممتازة. على فكرة علاء بيه ده أحسن زبون عندنا. أحسن أوضة في الفانسيون. بتطلع على البحر. فانسيون عزيزة خدمة ممتازة. هو فين الشنط؟ جايين حل. حاجة طول النهار. مش كان. ما هو لازم تاكلي عشان تعرفي تفكري. أنا شخصياً ما أعرفش أفكر إلا إذا كانت بطني مليان. هروح أجيب لك أكل. لا. ماليش نفس خالص. طيب. هسيبك عشان أعصابك ترتاح. حاولي تنام. النوم هو اللي هيهدي أعصابك. هعدي عليك آخر النهار. علاء متشكرة متشكرة قوي على كل اللي عملته. تقدري تسيبيني ابدا. لو سبتيني هقتلك. فاهمه؟ هقتلك. مدام رحمه علاء. علاء. الله. مالك يا نادر؟ جلال. هو فين جلال؟ هيقتلني. يقتلك ازاي بس؟ هو معقول يعرف مكانك؟ ده كلمني في التليفون. ايه؟ وقال لي هقتلك لو سبتيني. الله. طب وعرف مكانك ازاي؟ اما جن صحيح. هيعملها يا علاء، انت مجنون. طب اسمعي، احنا لازم نبلغ البوليس. انا ليا واحد صاحبي ظابط في قسم الابراهيميه، تعالي نفوت عليه. تعالي. فعلا يا علاء محدش يقدر يعمل له حاجه. لازم دليل مادي جديد عشان يعيدوا التحقيق في القضيه. يعني مش ممكن تقبضوا عليه؟ لو قبضنا على كل راجل بيهدد مراته يبقى مش هتكفي كل السجون اللي عندنا. لكن تهددها انه يقتلها. بس مفيش دليل، القانون في صفه. لو قبضنا عليه يقدر اي محامي يخرجه في ظرف 10 دقايق. طيب. يعني مش هتقدروا تعملوا حاجة بقى إلا بعد ما يقتلني. أرجوكي تقدري موقفي. أنا حاسس بمشكلتك.
لان في رجاله بيدفعهم الحب للجنون والقتل، دي حاله بنواجهها كتير. عشان كده انا بنصحك انك تسيب اسكندريه وتسافر فورا. كلام قتل شكري واعترفلي، وكان عاوز يقتلني واعترفلي، وبرضه محدش قادر يعمل له حاجه. نادي لازم تهرب. وبيسالني ان اهرب، يعني افضل طول عمري اهرب؟ لا مش ههرب، مش ههرب. لكن وجودك هنا خطر عليكي. ارجوك يا علاء لازم تبعدها عن اسكندريه باي شكل. انا شايف ان مصطفى معاه حق. لازم تسافري مصر. وانا هكلف اتنين مخبرين يحوسوكي لحد ما تسافري. مش مفروض طبعا اعمل كده، لكن علشان تطمني. يلا يلا متشكر يا مصطفى. اتفضل. متشكر يا عزيزي. العفو. هو 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 علاء ما تسيبنيش. جايلك حالا. علاء الدوشه اللي بتعملها دي. ازيك النهارده؟ يعني ادي تذكره الديزل، فضل عليه ساعه ويقوم. انا مش عارفه من غيرك كنت هعمل ايه. انا شايف انك لازم تغيري حياتك، ترجعي شركه مصر للطيران تاني، شوفي لك سفريه بعيده شويه وتهدي اعصابك. اعصابي تهدى ازاي وانا مستنيه الموت بين دقيقه والتانيه؟ بعد الشر عليك. تعالى شوف بختي على الصبح. اهي. مفيش داعي للتشاؤم، الرايه السودا دي اللي بيستحمى مش لناهد.
بانسيون عزيزة خدمة ممتازة. وينسيكي حزنك على جوزك الاولاني ويطير بيكي في دنيا الحب. يا سلام على الحب. اما انا معلقه دلوقتي حته واد، انما ايه؟ الان دلون يتاكل اكل. تعرفي كل زمايلك زعلانين منك، محدش مننا عارف الحقيقه، اللي تقول اتجوزت واللي تقول اتخطبت واللي تقول استقالت، حتى مطلعين تشنيعه بيقولوا انك من يوم ما سبت شركه مصر للطيران والشركه باظت. انا عايزه ارجع الشغل تاني. كلمي جد، تبقى الشركه اتصلحت. الحقيقه من يوم ما سبتينا وسيرتك الحلوه دايما على لساننا. نهد مفيش احسن منها، مش ممكن تتعود ابدا. فرق كبير بينها وبين ميسة ولا ملك ولا ماجده. عيب يا لولا، كلهم كويسين الا هي، لسانها طويل حبتين. اه انا عموما يا ناهد، انا متشكره على اهتمامك بعملك، وحضري نفسك للسفر. انا اللي متشكره جدا، وارجوك اذا كان في رحله بعيده ابقي بعتيني فيها. غريبة، مع اني كنت بتكرهي الرحلات البعيدة. ما هي راجعة من اسكندرية احوالها معكوسة. لولا بطلي بقى. ازاي؟ لو بطلت ما تبقاش لولا. هو انا اتكلم؟ انا متشكرة قوي يا ريس. العفو يا ناه، مع السلامة. مع السلامة يا غلبوية. انا؟ بلاش لموضة بقى، تعالي. افهم بقى. أنا مش فاهمة حاجة خالص من ساعة ما جيتي لحد دلوقتي، وأنا مش قادرة أعرف منك حاجة. قولي لي بقى، ريحيني. عايزة أكلم اسكندرية. تكلمي مين؟ جوزك؟ لا. طيب لا. طب أمال عايزة تكلمي مين؟ أرجوك يا لولا بطلي كلام بقى. هو أنا اتكلمت ولا فتحت بقي؟ بس كان نفسي أفهم. ألو. ايوه انا طالبه اسكندريه. بانسيون عزيزه خدمه ممتازه. اهلا مدام ناهد، اهلا. ازيك دلوقتي؟ لا ابدا العفو، انا ما عملتش حاجه، دي حاجه بسيطه قوي. اما الاستاذ جلال كان هيتجنن لما عرف ان احنا ضحكنا عليه. كابتن علاء فين؟ لسه مرجعش؟ طب ارجوكي اول لما يجي قولي له ان ناهد كويسه وهي عند صاحبتها لولا. العنوان اكتبيه من فضلك. لحظه واحده. ايوه متشكره يا عزيزه.
كان جوزك اسمه علاء ولا جلال؟ يا لولا افهم بس، نفسي افهم. بانسيون عزيزة، خدمة ممتازة. بسم الله الرحمن الرحيم، تليفون علشان. الو، علاء بيه وصل. الو 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 الو، مين؟ مدام ناه. مالها؟ بتسلم عليك يا عزيزة. بتقول لك هي في العنوان ده مستنياك، عند واحدة صاحبتها. حضري لي الفاتورة حالا. على فين؟ على ناهد. ناهد رجعت مصر. ما انا عارف، وانت هتوصلني لها. بس ما اعرفش نزلت فين. ده هيخليك تعرف. صدقني ما اعرفش. اطلع. حاضر. هديت ليه؟ نجيب بنزين. اطلع مش وقته. اطلع ازاي؟ التانك فاضي ولا عايز نقف نص سكة؟ خليك مطرحك. اقفل الباب. اهو. ايوه يا فندم. املى التانك من فضلك. حاضر. التانك كان مليان يا بيه، خدت 6 لتر بس. اتفضل. اي حركة قرع زي دي تاني هضيعك، فاهم؟ اتفضل. عمار بالمنت شقة لولا. Stop.
خدي بالك في واحد ماشي ورانا. ها؟ فين؟ تعالي تعالي. ده معجب بيه من زمان، بقاله شهر على الحال ده. انما انتي مالك اتسرعتي كده ليه؟ مفيش. لا فيه. انتي ايه حكايتك؟ تصرفاتك كلها بقت عصبية، انتي ايه اللي جرالك؟ لو تعرفي اللي جرالي. طب احكيلي احكيلي، يمكن اقدر اساعدك. لكن قبل ما تتجوزيني كان كده برضو؟ الواحد لما بيحب ما بيشوفش غير بقلبه. طب وانتي ناوية تعملي ايه دلوقتي؟ وانا بيدي ايه اعمله؟ محدش بيختار حياته، بيتولد ويعيش ويموت رغم ارادته، حتى اسمه ملوش الحق انه يختاره. طب وعلاء، مش يمكن له تأثير عليكي في اتهام جوزك؟ علاء؟ ابدا. امال ايه سر اهتمامه بيكي؟ لاني في ازمه وقف جنبي. يا حبيبتي الازمات دي هي انسب وقت يظهر فيها الحب. بس هو ما قاليش حاجه. احلى كلمه حب اللي ما تسمعيهاش. الو، الو. ايوه هاني، ازيك يا حبيبي؟ ألم دماء؟ لا ده شمس بونت. ايوه هاني، وحشني موت. ها؟ لا دي واحدة صاحبتي بيسلم عليكي. ها؟ عايز تشوفني؟ بس صاحبتي عندي وما اقدرش اسيبها، بيقول لي هاتيها معاكي. بلاش، انا اصل مستنية علاء، ضروري هيجيني النهاردة. مش هتقدر، مستنيه البوي فريند بتاعها. فين؟ فين جاكيتها؟ من فضلك من فضلك من فضلك اديني جاكيتها. خد العنوان. الحقوها. هي مين دي؟ نهت. نهت حسين. حيقتلها زي ما حاول يقتلني. مين هو اللي هيقتلها؟ جوزها. أرجوكم تلحقوها. وهنلاقيها فين نهاية حسين؟ في عمارة البلمونت جاردن سيتي، نازلة عند واحدة صاحبتها. أنت إيه اللي جرالك بالظبط؟ أنا مش مهم. أرجوكم أرجوكم تلحقوها الأول. أرجوكم أرجوك. جميع سيارات النجدة بالمرور لك إشارة، اتجه فورا إلى عمارة بلمونت جاردن سيتي. هناك فتاة اسمها ناهد حسين تقيم عند صديقة لها، حياتها في خطر. هناك شخص يسعى لقتلها، مطلوب انقاذها، الشقة مجهولة. علم وجاري. انا نهت. ايوه يا نهت، لولا موجوده؟ راحت فين؟ ما تعرفيش هترجع امتى؟ طب وحياتك يا نهت، انا هتقل عليكي شويه من اولها كده. معلش، جهزي نفسك علشان تطلعي رحله الاقصر. الاقصر؟ الله، حلوه دي. امتى؟ بعد ساعتين. نعم،
لا يا ريس ارجوكي ما اقدرش. اصل المضيفه هدى اعتذرت فجاه عشان عيانه. بس انا ظروفي ما تسمحليش. ارجوكي شوفي حد تاني. طب انا هتصل بناديا سلطان، بس اذا ما لقيتهاش يبقى ما فيش حد قدامي غيرك. ربنا يسهل. مع السلامه. مش موجود يا فندم. دورت في صناديق البوسطة؟ الإشارة اللي جات لنا بتقول إنها مقيمة عند واحدة صاحبتها ما قالوش على اسمها. العمارة فيها يجي 60 شقة. وإحنا ما نقدرش نزعج 60 ساكن. مضطرين علشان ننقذ روح إنسانة. ألو. أنا آسفة يا ناهد. دلوقتي مفيش قدامي غيرك. ومش ممكن هقبل اعتذارك. حاضر. متشكرة يا ناهد. هعوضهالك نص ساعة والعربية تكون عندك. أمري لله. افتح افتح. مر عليك. أنا ما بلعبش، هما اللي بيلعبوا جوه، أنا ما أعرفش، ماليش دعوة. رايح مكانك. بوليس بوليس. اهرب انت، هو اهرب. محدش يتحرك. عزيزي علاء، عزيزتي لولا. من فضلك، في واحدة اسمها ناهد هنا؟ ناهد؟ لا. افتح افتح بسرعة. افتح. ايه ايه في ايه؟
المخلصة لا هي. رجعت شغل في مصر للطيران، ومن سوء حظي مرضت المضيفة التي كانت من المفروض أن تقوم بالرحلة للأقصر وكنت أنا بديلتها. أرجوك ترك عنوانك أو تليفونك لأتصل بك فور عودتي. الحمد لله، بس الخطر لسه موجود ما دام القاتل حر. مظبوط، وضروري هيجيلها. نبقى لازم نعمل له كمين جوه الشقة. ممكن نتصل بالنيابة. خير يا كابتن علاء. هي المضيفة نهاية طالعة النهاردة؟ أيوة رايحة الأسرة. عندك لستة الركاب؟ اتفضل. أهو معانا على نفس الطيارة، مش قلتلكم ده جن؟ متشكر يا مصطفى. من فضلك عايز أكلم قائد الرحلة 320 المتجهة للأسرة. حاضر. الرحلة 320 المتجهة للأقصر من برج مطار القاهرة. المطار عايز يكلمك. يكلمني أنا؟ ألو؟ أيوه أنا نايم. جلال جوزك حاول يقتل المهندس علاء وهو موجود دلوقتي معاك في الطيارة. بتقولي؟ مش ممكن. ده كان قتلني. أرجوكي أرجوكي تمسكي أعصابك، الموقف خطير جدا، مش عاوزين نسبب أي ذعر بين الركاب. طب إيه اللي أعمله دلوقتي؟ ومش لازم يحس إنك عرفت إنه موجود جوه الطيارة. أنا عندي اقتراح إن ناهد تفضل هنا معانا لحد الرحلة ما تنتهي. لا، يمكن يشك لما يلاقيها ما خرجتش، وفي احتمال كمان انه هاجمها، وبالشكل ده هنعرض الطيارة للخطر. ارجوك استدعي رجل الامن. فتشنا الركاب تفتيش دقيق، وما اعتقدش ان حد منهم شايل سلاح. المطلوب منك تراقب جلال وتمنعه من انه يسبب اي اضطراب في الطياره. حاضر يا فندم. انا هسبقك، وبعد لحظه اخرجي ومر بين الركاب. اول ما تشوفيه اعملي اي حركه، ساوي شعر وانا هتصرف. نايم، خدي بالك من نفسك.
اللي بيحصل ده؟ رصاص رصاص قتلها. مفيش روح هتقدر تفرقنا ابدا. اذا كنت عاوز تموتني مستني ايه؟ هو في احلى من كده موتك؟ انا وانت في طياره وفوق السحاب ومن غير طيار. مش قلتلك يا حنعيش سوا يا حنموت سوا؟ حاولوا يمنعوا من الاكل، ضربوهم بالرصاص. يا 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 الطيار من غير طيار، الطيارة من غير طيار، من غير طيار، من غير طيار. اسكتي بقولك اسكتي. بقولك اسكتي. بقولك اسكتي. أرجوك مفيش دكتور هنا؟ أنا دكتور. اتفضل. إنا لله وإنا إليه راجعون. سامحني يا رب. الرحلة 320 المتجهة إلى الأقصر من برج مطار القاهرة. حول. الرحلة 320 المتجهة إلى الأقصر من برج مطار القاهرة. حول. الرحلة 320 المتجهة إلى الأقصر من برج مطار القاهرة. حول. الجرح خطير يا دكتور؟ ايوه وربنا يستر. طب والمساعد؟ الباقية في حياتك. ايه؟ الحقنة دي عشان تمنع النزيف الداخلي. لازم نرجع المطار حسب التعليمات. ناهد. لا. خدي مكاني. مش معقول يا كابتن. ناهد. أرجوكي. أنت ممكن تنفذي التعليمات. زي ما أقول لك أعملي. شد العصاية. أرجوك ما تتحركش كتير. فلاب ليفر. Level 70, report reaching report 25 nautical miles inbound. Heat gas 320 inside, wind 060, 10 knots, cleared to land. Thank you.
انسان ورا. راجعيها قدام.